النيل والنخيل، الاستبداد، الطغاة، الأغبياء يحاولون القضاء على ثقافة إنسانية، على النوبة الجميلة. أنا محظوظة إن أنا تعاملت مع حداد ودوره في قضية النوبة، القضية المهمة جدا، والتفاني في دفاع عن مصالح أهل النوبة. من فترة طويلة أستاذ حجاج أدل كان ليه كتابات متميزة ككاتب نوبي، وبدأت رواياته يعني بما أنها تتميز بالتراث الشعبي، وفي نفس الوقت كان ليه قراء. أما بنكتب فبتبقى كتاباتي تنويعات عن الإنسان، و بنهتم جدا بالتعددية الإنسانية، لكن بيبقى دوري إن أنا بعمل للأجيال الجديدة اللي هي تروح المكان ده يستمر فيه الحضارة النوبية المستمرة عشان تكون مكمل مع باقي الأجزاء. يعني بعض الناس بتحصره في إنه عالم النوبة، صحيح هو معظم الأعمال بتدور في إطار عالم النوبة، لكن في واقع الأمر هي القضية أبعد من ذلك، لأنه أولاً في كتابة جيدة، ده في المقام الأول متميزة، لكن في نفس الوقت القضايا الإنسانية اللي بيعالجها وبيدافع عنها داخل الأدب وخارج الأدب هي اللي إحنا يعني جدير إن إحنا نتحدث عنها، اللي هي قضايا العدالة الاجتماعية، التسامح، المحبة، المساواة، العلاقات بين البشر، العلاقات بين الشمال والجنوب، بين الشرق والغرب، بين الإنسان والإنسان، بين الإنسان ونفسه. هتكلم سريع كده على المرأة النوبية. المملكة النوبية كانت الملكات فيها النساء، وكان يقال عنهن كنداكة. الكنداكة معناها الملكة، وفي ملكات كتيرة مشهورات في التاريخ زي أماني تيري، أماني جاي من أمان، جاي من أمون، جاي من أمين وغيرها. وفي كنداكة اللي الجيش الروماني جاء احتل مصر وراح على النوبة، في الكنداكة هزمتهم، جابوا قوات أكبر وأصروها وراح بها روما، لكن اضطروا أن هم يتفاوضوا معها ويرجعهم معززة مكرمة لقوة النوبة وقتها لما كانت أمومية. كان أنا اسمي حجاج سكينة، وأعتز بهذا الاسم لأن دور أمي لا يقل عن دور أبي. وأنا كتبت أول كتاب على القضية النوبية اسمه النوبة تتنفس تحت الماء. بان يعني انه خجول ومش بيطلع كتير على المجال العام، بس هو بيلجأوا له احيانا الكتاب والكاتبات السكندريات للتشاور معاه وعرض شغلهم عليه واخده وعطى، وده هنشوفه بعد كده.